السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ايجنت جي بي تي، هو معتمد على شات جي بي تي لكن في شوية إمكانيات أفضل. تمام، ممكن نقول له مثلا كتجربة أنا عايز أعمل ريسيرش جي بي تي، تختار بقى الموضوع اللي أنت عايزه، يبدأ إن هو يحلل لك كل الداتا الخاصة بالحاجة اللي أنت تكتبها له. ممكن تدخل هنا تمبليت، هتلاقي حاجات كتيرة جاهزة. تمام، حاجات مثلا خاصة بالترافل، تقدر بقى تختار إيه اللي أنت عايزه في الترافل. تمام، ممكن تقول له انا عايز ابدا محاوره جديده، ممكن مثلا عايز تعمل سي في، تديله المعلومات اللي انت عايزها بحيث يعمل لك السي في بتاعك. تمام، ممكن تقول له لخص لي المحادثه اللي تم من دلوقتي، فيبدا ان هو يلخصها لك. طيب بنت بليت، هنقول له مثلا احنا عايزين، لو انت بتدور على حاجه ممكن تكتبها له هنا مثلا ترافل جي بي تي. طيب خليه مثلا اي وود تو ترافل تو ايجيبت 2 ويك. فبيقولك بقى هتزور القاهرة والنيل والأقصر وشرم الشيخ، يبدأ بقى يحط لك الخطة للزيارة بتاعتك. تمام، ممكن تقول له اكتب لي قصة. about Egypt. بيقول لك انا ممكن اديك شويه افكار او اقتراحات. فبدا يقترح عليا ان اكون مثلا حاجه تاريخيه او مؤامرات او كذا كذا كذا. فممكن نقول له اكتب لي قصه هيستوريكال. about Egypt. انا استعبط عليه كده بحيث ان هو يكتب لنا اي حاجه، فعلا كتب لنا هو القصة. تمام، ممكن تقول له حاول انت تطول فيها، تكتبها بشكل اخر وهكذا بحيث توصل للقصة اللي انت عايزها. فهو ظريف، ممكن تستخدم مثلا كفيتنس في ارت ريفيو جي بي تي. فاتمنى تجربوها يعجبكم ان شاء الله.